تعال نشوف هل يستاهل مطعم فاي 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 تخرب فيه ويكون وجبتك المفتوحة ولا لا؟ نبدأ بالطلب الأول، شورت ريبس بيتزا. أوه مليانة بروتين. بسم الله. والطلب الثاني مستر جوركان سبيشال برجر. أوه بسم الله، والله شكله مرة مشهور. الطلب الأخير والأساسي فاي فاي فاي. عبارة عن شرايح لحم تندرلوين مرة طرية. الله الله، صراحة المطعم يستاهل وبقوة. أكثر شيء عجبني البرجر والطلب اللي اسمه فاي 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 اللي هو ستيك التندرلوين. جربوه بالعافية.